استمر المسيح يعمل معجزات رائعة رائعة، وكثير من الناس مشيت وراءه في كل مكان. وكان المسيح محبوب من الجميع بسبب محبته للجميع ووداعته وتحننه على الجميع. شفى المرضى وعلم الناس عن الله وأشبع جوعهم الروحية الشديد. المسيح كان كامل وصالح، لم يفعل أي خطيئة، وكان كل همه إنه يعمل بمشيئة الله أبوه. أجى المسيح علشان يعلن للناس محبة ربنا ويصالح الإنسان الفاسد مع الله القدوس. وكان في للشعب قادة دينيين كانوا متسلطين على الشعب، وكانوا يغيروا جدا من يسوع المسيح ومن حب الناس له. كان القادة هذولا أبرار في نظر أنفسهم، وما يحبوش يعترفوا بأنهم خطا زيهم زي الناس الثانيين، وأنهم محتاجين لنعمة الله وغفرانه. كانت قلوبهم قاسية قاسية جدا، وما أمنوش بالمسيح. مش بس هكذا، هذولا كمان لفقوا تهم ليسوع علشان يسلموه للمحاكمة، وفعلا سلموه للحكام الرومان الذي عروه وضربوه ولبسوه شوك من إكليل مؤلم وسخروا منه سخرية مرة. كان ممكن يسوع بقوته وسلطانه يوقف الاعتداء، لكنه كان عارف انه اجى من شان هذا الهدف، اجى علشان يكون ذبيحة ترفع خطية كل البشر ويحمل في جسده كل العقاب الذي يستحقه الخطاة الذي زيي وزيك. الجنود أخذوا الرب يسوع وسمروه على صليب خشبي. وبعدين رفعوا الصليب، والمسيح كان معلق على الصليب وبقى معلق لغاية ما سلم الروح. وكانت هذه الطريقة في الإعدام أبشع الطرق في هذا الوقت، وما حد كان يحكم عليه بهذه الطريقة إلا أشر المجرمين. وكان مصلوب جنب المسيح 2 من اللصوص. اتخيلوا أن الرب يسوع المسيح كان مصلوب بين الناس الآثمين. كان المسيح بريء، ما أخطأش في أي شيء، لكنه سلم نفسه للموت عن خطايا كل بني البشر علشان يرفع ويمحو خطايا كل إنسان مستعد إنه يتوب ويرجع عن طريق الرذيلة ويقبل ذبيحة المسيح كفارة علشانه. المسيح قدم نفسه ذبيحة كاملة، دفع أجرة الخطيئة بالكامل عن كل البشر، وعلشان كذا أعلن الله إنه نظام الذبائح انتهى خلاص، الآن ما فيش ذبيحة بعد المسيح. ظن أعداء المسيح أنهم تخلصوا منه، لكن هذا ما حصلش. فبعد موت المسيح ودفنه في قبر جديد، كان القبر ملك واحد من أتباعه الأغنياء. وبعد ما وضعوا حجر كبير على القبر، وضعوا حراسة مشددة، قام المسيح في صباح اليوم الثالث. والذي اكتشف قيامته مجموعة من النساء من أتباعه، كانوا أجاؤوا للقبر في صباح اليوم الثاني بعد انتهاء عطلة السبت علشان يحطوا أطياب وحنوط على جسد المسيح بحسب العادات. وكانت دهشتهم شديدة لما شافوا الحجر متدحرج. كان الحجر متدحرج من على باب القبر والقبر فارغ، وزادت دهشتهم لما شافوا ملاكين قالوا لهم إن المسيح حي وأنه قام من بين الأموات. بعد ما قام يسوع من بين الأموات، ظهر لمجموعة من تلاميذه، اتكلم معهم وأكل معهم. لكن كان في واحد من تلاميذه اسمه توما ما كانش مع التلاميذ، ولما سمع منهم أن المسيح قام شك وما صدقش. كان صعب عليه أنه يؤمن أن المسيح ممكن بعد ما مات يقوم من بين الأموات، وقال إذا ما شفتش مكان المسامير في يده وما لمستش فأنا لا أؤمن، ما بصدقش.
المسيح اتحنن على شك توما وظهر مرة ثانية للتلاميذ لما كان توما معهم، وتكلم مباشرة مع توما، فسجد له توما وآمن إنه يسوع هو الرب الإله. لكن قال له الرب يسوع: أنت تؤمن لأنك شفتني؟ طوبى لمن آمنوا ولم يروا. خلال فترة 40 يوم كان يسوع المسيح يظهر للتلاميذ ولناس كثير كثير يعرفوه ويؤمنوا أنه حي. ولما أجت الساعة علشان يصعد للسماء، وصى تلاميذه أنهم يحملوا هذه الأخبار السارة للعالم كله، أخبار مجيئه للعالم وأعماله وموته الذي كان كفارة وقيامته. وبعد ما يسوع يتكلم معاهم باركهم، وأثناء مباركته لهم ارتفع إلى السماء وأجت سحابة وحجبته عنهم، وكل العيون معلقة تشوفه. لكن في الحال ظهر للتلاميذ اثنين من الملائكة وقالوا لهم: يسوع الذي صعد قدامكم للسماء بيجي يوم وبيرجع مرة ثانية بنفس الطريقة الذي صعد فيه به. يسوع الآن في السماء يجهز مكان لكل من يؤمن به ويتبعه اتباع حقيقي. يسوع عمل لنا بنفس الطريقة الذي يوصلنا إلى الله. ليش المسيح مات على الصليب؟ المسيح مات على الصليب علشان يخلصنا من عقاب خطايانا ويرجع لنا العلاقة مع الله. المسيح البار الخالي من أي خطية حمل خطايانا، ولما نحن نؤمن بالمسيح ونتوب يغفر الله لنا، يغفر ربنا لنا خطايانا ويعطينا قوة ويعطينا سلطان على الخطية، سلطان أولاد مولودين ولادة جديدة من الله. أثناء ما كان المسيح على الأرض جاب لنا أمثلة كثيرة تفهمنا معنى الحياة مع الله. قال إنه في طريقين، واحد واسع وسهل لكن نهايته الموت والهلاك، وواحد ضيق وصعب لكن نهايته الحياة الأبدية. كلنا بدأنا في الطريق الواسع الخاطئ، وكلنا ولدنا بطبيعة ميالة للشر والخطية، ورثناها من آدم الإنسان الأول، وباختيارنا كمان اخترنا طريق الشر بإرادتنا. والمسيح علمنا أننا لازم نترك الطريق الواسع ونختار الطريق الضيق، الطريق الضيق الذي يؤدي للحياة الأبدية مع ربنا. ومش ممكن أن ندخل الطريق الضيق إلا بيسوع المسيح، عن طريق التوبة، نتوب عن خطايانا ونقبله ذبيحة، قبول ذبيحة يسوع على الصليب الذي افتدانا بهذه الذبيحة. عزيزي المستمع، ليش ما تكلمش الله الآن في قلبك وتصلي معنا الصلاة هذه؟ يا رب أنت عظيم، عظيم وقدوس وبار. أعترف قدامك يا رب إني خاطئ، إني أؤمن إنه يسوع مات على الصليب ليدفع عننا أجل خطيتنا. من فضلك اغفر لي، طهرني وأعطيني قلب جديد واجعلني واحد من أبنائك. أنا أشتي يا رب أتبع طريقك، أتبع طرقك وأعيش معك هنا على الأرض وأكمل معك الحياة في السماء. أشكرك يا رب، قبلتني باسم المسيح، آمين.